الطائرات بيصعب التعامل مع ما يسمى بالصندوق الأسود؟ لا، هو الصندوق الأسود هو أحد مصادر البيانات في التحليل. لا أقصد يا فندم في حالة تحطم الطائرة؟ الطائرة، الصندوق الأسود بيجراله إيه؟ الصندوق الأسود معمول من مواد مصفحة يتحمل أقصى درجات الاصطدام على الأرض، أو حاجة تقع عليه يعني بقوة، بيتحمل تحمل عالي جدا، وبالتالي المفروض ما بيجرلوش حاجه. يعني لكن لو الطياره اتحطمت او اتحرقت اتحرقت بالظبط كده، الصندوق الاسود ده ما بيجرلوش بالظبط حاجه. بالظبط بنسبه كبيره طبعا، احنا ما نقدرش نقول حاجه مطلقه. لكن نعم النقطه المهمه جدا في الواقعتين دول، اتفضل. الطيارات دي قديمه، سواء الطياره الايرانيه او الطياره بتاعت ملاوي. ملاوي من المحتمل ان الطيارات القديمه دي ما يكونش فيها صندوق اسود، من المحتمل، لان طبعا الجهه الوحيده التي ده كلام مهم، التي يعني الحقيقه لها الحق في انها تقرر وتقول قرار نهائي ومعلومه مظبوطه، السلطات الطيران هنا او هنا. لكن انا بقول عموما الطائرات القديمه دي، ايران دي من السبعينات، ودي من بدايه اول عشان كده بيركبوهم طيارات قديمه ما فيهاش صندوق اسود. واحد واحد 81 بعض الطائرات القديمه الصغيره ما فيهاش صندوق اسود. بعضها. هل ممكن تجهيز الطائره بصندوق اسود بعد ما تنتج؟ من الممكن طبعا. فعشان كده انا بقول ده احد الاحتمالات، وهو طبعا حاجه مهمه ان انا اخد منها معلومات. لكن في معلومات اخرى من تحليل الحطام، تحليل سجلات الصيانه بتاعت الطائره. لكن انا خليني برضه اقول ان هو التحليل حوادث الطيران بياخد وقت، لان تجميع خليني برضه نكون اداه استناره للمشاهدين. نعم. التحليل بيستغرق وقت طويل جدا، لان بيجمعوا الحطام كله، بيعملوا زي اصطفاف كده كانه على شكل الطائره، وبياخدوا اجزاء منه يتم تحليلها. والتحليل ده بياخد وقت، لانه غالبا بيكون عند دول معينه ذات ثقل تكنولوجي. والتحليل ده بيبين بقى هل الحريق ده حريق وقود اللي كان في الطائره، ولا ده ماده متفجره. هي دي النقطه بقى اللي بيخلي الشق بالزبط. الفني ياخد شق جنائي. في ناس دايما بتستعجل وتقول الشق الجنائي الموضوع فيه، لانه ده اسهل حاجه. لكن انا بقول لا، خلينا دايما الشق الجنائي يؤكد ويظهر وياخد مساره الجنائي عندما نجد دليل على تفجير من الداخل عبوه متفجره، او نعم. ضرب من الخارج بصاروخ مثلا. نعم. ده نعم. ما يبانش غير في تحليل الحطام. لانه دايما اسرع حاجه بتيجي بعد التحطم ووفاه من على الطائره فكره انه الطائره اتفجرت. بالظبط. ويبتدي يحط فرضيات. هي دي فرضيه على فكره، هي فرضيه تحتاج، مش بنلغيها. لا مش هنلغيها، لا يتم اهمال اي سيناريو. لكن الفرضيات دي دايما محتاجه تاكيد، وما ينفعش ابني فرضيه على فرضيه ما اتثبتتش. نعم. وبالتالي ساعات يقولوا لا، كان في اختلافات بينهم كقيادات، كان في كذا بالزبط. لا، فبالتالي يقلب على طول على الشق الجنائي. انا بقول طب اين الدليل على الشق الجنائي الذي لم يظهر بعد، لان هو التحليل ما تمش. نعم. وده بيستغرق وقت على فكره. دايما يمكن ساعات الصحافه والاعلام متعجلين يعرفوا الاخبار، لكن الحوادث دي بتاخد ساعات تصل الى سنه. الدول دي عادي يا فندم انه القيادات بما فيها رئيس الجمهوريه يتنقلوا بطائرات قديمه لهذه الدرجه؟ يعني احنا استغربنا في حادث رئيسي انه ايران دوله متقدمه للغايه، ومع ذلك اكتشفنا انه رئيس الدوله ينتقل او يتنقل بطائره قديمه للغايه. حضرتك محقه. طبعا الطيارتين كان هما ثلاث طيارات في الواقعه الايرانيه، كان في طيارتين مي 17 وهي طيارات يعني حديثه نوعا ما عن الطائره اللي كان موجود عليها. اللي راكبها الرئيس. ايه اللي يخليني انا الجا لطائره قديمه؟ هي طائره كانت امريكيه في الحاله الايرانيه، قطع الغيار مش موجود عشان العقوبات وخلافه. وانا عندي البديل، هي دي القضيه، انا عندي البديل. ما انا كان عندي البديل، ما ده سؤال برضه لازم نطرحه. تمام، كلام حضرتك مظبوط 100%، وده يتم وضع هذه النقطه في التحليل. لكن ارجع اقول علشان يتاكد الشق الجنائي يجب ان يكون هناك دليل واضح. ده الكلام العلمي. الكلام العلمي، وده اللي لكن على فكره ما بيهملش، يعني في حوادث الطيران لا تهمل اي فرضيه، يتم السير في جميع المسارات وعدم الغاء اي فرضيه الا اذا كانت الموضوع هو اللي فيه دليل. وغالبا الطيارات يعني ملف بيتنسي وبيتردم عليه. هو تاريخ قال كده يعني. لا، هو عشان ساعات بياخد وقت طويل جدا في التحليل. أي بياخد سنه، ف
فالإعلام الحقيقة يعني خلاص هو في مواضيع جديدة طلعت على السطح بينسى، لكن صحيح. الحقيقة لو حب الإعلام يحيي تاني وكده هيبتدي الجهات المسؤولة تقول لك لا والله ده السبب الفلاني بقى كذا، ومفروض انها تعلن عشان ما تسيبش الأمور علامات استفهام داخل المجتمع حتى صحيح. عندهم يعني صحيح. اشكرك فندم، شكرا جزيلا. سيدة لواء طيار هشام الحلبي، تشرفت بمداخلة حضرتك. خليني اطلع فوق.